بدوره أكد رئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح في لقاء خاص ببرنامج حوار العرب، أكد أن استضافة مملكة البحرين للقمة العربية 33 تأتي استمرارا وتأكيدا لنهج جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في الاهتمام بالعمل العربي المشترك، انطلاقا من أن التعاون والترابط هو خيار استراتيجي لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعوب العربية. تأتي استضافة مملكة البحرين للقمة العربية استمرارا وتأكيدا لنهج جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في الاهتمام بالعمل العربي المشترك وتقويته، انطلاقا من الإيمان بأن العلاقات العربية هي مسألة مصير لأبناء الأمة العربية، وأن التعاون والترابط يمثل خيارا استراتيجيا لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعوب العربية، وأن الجميع يتطلع لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 33 المزمع عقده في مملكة البحرين، في كونه سيشكل مرحلة جديدة من مسيرة العمل العربي المشترك. ومن المأمول أن تسهم رئاسة مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم في اتخاذ خطوات أكثر سرعة وإنجازا في التنسيق والتعاون العربي، حيث أنه لطالما شكلت الدبلوماسية البحرينية ولا زالت دورا سياسيا ودبلوماسيا مهما عبر مشاركتها في مختلف القمم والمؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي دعيت إليها أو استضافتها على أرضها.